سؤال نختم فيه إن شاء الله. هذا طلب يعني يطلب منك، يقول أن نذكر المسلمين حتى لا يغتروا بنداء المغترين بالدنيا أن هذا البلاء بإذن الله سيزول، ولكن قد يزول وتفتح لنا أبواب الخير ثم يأتينا بلاء أشد منه. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، لا شك أن أنا أتصور هذه فرصة ثمينة لا تعوض، وهي أن الناس رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وعلموا أن كثيرا من الأشياء التي كانوا يتعاطونها في هذه الدنيا توقفوا عنها ولم يخسروا شيئا. يعني اللي كان مثلا يشرب الخمر أو كان يستخدم المخدرات أو الذي كان يذهب إلى الزنا أو كان كذا، تركها الآن ماذا خسر؟ بالعكس ربح، وصار الناس أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنا أقول هذا يستثمر، عودة الناس إلى الله تستثمر، وينبغي على الدعاة أن يستثمروا هذا الحدث وهو رجوع الناس إلى الله تبارك وتعالى. وحتى في الغرب الآن يعني الناس قد علمت أن هذه القوة الدنيوية هذه لا شيء، فكثير منهم رجعوا إلى الله تبارك وتعالى، صحيح لم يدخلوا في الإسلام لكن على دينهم الذي هم عليه. ولكن الشاهد من هذا أنه ينبغي الإنسان أنه إذا استقرت الأمور وذهب هذا الشر وهذا الفيروس وهذا الوباء أن لا يعودوا كما قالوا كما كانوا، وإنما يستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نعوذ بالله أن نكون كذلك. أسأل الله أن يثبتنا على شرعه وعلى دينه، والله أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.